السلام عليكم، سميتي عثمان بالامينو، طالب جامعي مدينة اسفي، 19 سنة، يمكن أصغر مقاول في مدينة اسفي. شكرا لجريدة أشواق في درت هذه التظاهرة الصحفية وتطوعية ديالها، وجات عندنا تسمع لينا وتعرف شنو عندنا في لي برودوي وشنو كنخدموا وشنو كنعطوا الزبناء ديالنا في مدينة اسفي. والسبب ديال هذا الإقبال اللي ولا حاليا على هذه الصالة اللي ولات عندنا هنا في مدينة اسفي، شان نقول لكم، بغيت نقدم لكم بعدا المشروع ديالي هو ماغازان مودرن ديال لي جو، وفي نفس الوقت فيها شويه ديال التاريخ تابع للشربه ديال اسفي اللي عندها صدى كبير واقبال كبير عند الساكنه المسفيويه. للوالد ديالي هو الحرفه ديالو اصليه ديالو هذه، وبسببها هي تفكر جاتني الفكره ندير المشروع ديالي اللي هو هذا الماغازان ديال لي جو. والسبب اللي نقول لك السبب الرئيسي اللي خلانا هو كان قبل الباع المتجولون كان عندنا الكروسه ليها، وكانت الاقبال كبير، كان الناس نص الساكنه ديال اسفي كيعرفوا الوالد ديالي اللي هو نادير. من بعد ما جاتنا المبادره ديال جلاله الملك محمد السادس عطاتنا البلاصه في السوق النموذجي مفتاح الخير، ما كانش اقبال كما كان كيكون عندنا في الشربه وشي. لذاك السبب خلاتنا نحلوا المحل. ملي جاتنا الفكره نحلوا المحل ما جاتش غتخلي فيه غير الشربه، حتى الشربه موسميه كما كيعرفوا كاع الساكنه، كتمشى غير في موسم الشريف اللي هو رمضان واللي فيه حنا دابا، وفي الصيف اللي كتلقى الاقبال كبير عند الساكنه ديال مدينه اسفي والساكنه ديال المغرب كامل. المهم هذه هي الفكره باش جاتنا نديروا المحل. ابري حليت المحل ديالي في شهر 9، لا حلينا قبل، ولكن هادشي ديال لي جي وداكشي درناه في شهر 9. صافي بديت لي جي، وهادي خديت شويه ديال لي فورماسيون مع الدراري تنعرفهم في الدومين. الحمد لله انا راسي خفيف، وبالحكم ديال الوالده ديالي شيف كويزين في اوطيل هنا في مدينه اسفي، كان عندي شويه ميول لشي ديال الدريساج وشويه ديال صوب نخدم نطيب من ناكل كيف ما كنقول، هي في الوقت اللي تكون خدامه كنصوفي راسي ونصوفي خوتي. المهم الحمد لله بديت المشروع ديالي في شهر 9، بدا عندي اقبال عند الساكنه المسفيويه، ولكن ما كانش اقبال كبير كبير كبير، حيت بنادم باقي ما عارفش البرودوي اللي خدام اللي كنخدم عليه انايا وهذه، ولا غتشوفوا نتوما في الفيديو ان شاء الله. الموني ديالنا سبيسيال سميتو بالامينو جوس، عباره عن سلاد طبيعيه فيها بزاف مكونات طبيعيه، وبلي برودوي مبدلين على كاع لي سلاد اللي غيطيح لك على بالك انت كليتيهم هنا في المدينه ولا في مدينه اسفي ولا شتيهم نتايا ولا صاوبتيها. المهم مبدله شويه. مرحبا بالزبناء ديال مدينه اسفي عندي. كنبغي نشكر الوالدين ديالي اللي دعموني بزاف بزاف باش طورت البروجي، حيت كنقول لك راني اصغر مقاول، ماشي جاتني بالسهل نحل البروجي ونخدم وندير. كنشكر الوالدين ديالي هما الاولين، وعاوتاني الاصدقاء ديالي اللي كان عندهم دعم معنوي ماشي مادي، حيتاش ما تلاقيتش شي معنى مادي عند شي واحد اخر معنوي. لقيت ما كنقلبش على دعم مادي ولا كنفكر ولا كنفكر نطور المشروع ديالي لراسي. خويا راه بجوج راه تنقرا وكنخدم بجوج، راني كما قلت راني كنقرا باقي كنقرا ايتيديون فاكولتي بوليسي من الهيئة صافي، كنقرا ليكونومي، هادشي علاش انا فكرت ندير شي حاجه ديال الكوميرس. جاتني صعيبه شويه الفرق بيناتهم، زعما نقرا ونخدم، ولكن كنحاول نوفق بيناتهم بخا صعيبه كما قلت. زعما لا شي واحد داق الخدمه وشاف الفلوس كتدخل تيتغر. انا اخويا مازال كنحلم نخدم، ماشي بيطالي ولا هذه خدام دابا وكنقرا، ومازال طامح نخدم في خدمه محسن. واخا المشروع ديالي ديرو غيبقى مشروع ديالي، داك حياه خاصه، ماشي انا تعذبت 12 عام ديال القرايه وداكشي وفي الاخر غنلوح هكاك غنمشي نتبع الكوميرس. المهم انا نختارهم جوج كما كون كنصح الشباب والاجيال الصاعده يفكروا شويه هكا الخدمه والقرايه، ماشي يعتمد غير جالس في الدار يمشي يقرا، يخدم شويه. واخا نقولوا
كاينين كبار ومخدامين ولا كاينه بطاله ولا المهم انا كتجيني شويه كلمه البطاله راه ما خداماش والشباب ديالنا باغي يخدم وباغي يدير. نقدر نقول غير واحد بحالي يدير مقاوله صغيره الى تعاوننا وتعاون كاع الناس والدراري والشباب تعاونوا وخدم الواحد بحالي شونتيو بحالي خدم زعما راه غيحتاج اللي يخدم معاه واللي يعاونو ويقدر يكون واحد من هذوك الناس البيطاليين ولا كيسموا راسهم بيطاليين. ما كتجينيش كلمه البيطاله شي حاجه الا ما خرجتيش قلبتيش على راسك راه ما غتلقاش خدمه اخويا. الناس كيخدموا من والو. مرحبا بكاع الزبناء ديالي وزعما نقول لك الاولاد مدينه اسفي كنجب الاولاد ماشي البنات. حتى البنات راه البنات حنا عارفين غيوصل واحد السن ديالهم الزواج الدراري اللي خاصهم يخدموا يقربوا على ريوسهم. حنا راه في واحد دابا وصلنا لواحد النيفو ديال الزواج ما بقاش عندنا الزواج بزاف غتولي عندنا شيخوخه بزاف الا ما بنادم ما تزوجش وما بقاش تكاثر وهكا ما البلاد غتبقى غاديه في اللور. ولكن انا على ما كيبان ليا مدينه اسفي غاده في تقدم بالملاحظه ديالنا ولا ديالك ولا ديال اي واحد كيتما غادي في الشارع كيلقى لي طرافو خدامين عاوتاني في لوطورو ديال اسفي كاينين دي ستاسيون دو بوز خدامين تما كيتبناو اسفي راه غادي يمكن غادي في خدمه. هادشي كامل دارتو لينا راس الفعق منتجع راس الفعق اللي هو المكان اللي كنمشي نلتجا ليه من بعد الخدمه ديالي بالحكم الهوايه ديالي السيرف. انا بعدا كيعجبني داك البلاصه وراه دارت مزيان مع مدينه اسفي بزاف ايوا كنوجه الكلمه للدراري ولادات مدينه اسفي قراو ماشي ما تقراوش تقولوا مش نخدموا ولا ما نخدموش. الا ما جاتش بالقرايه ولا شي حاجه تجيب حاجه اخرى دير خدم ضرب تماره طيح نوض عاوتاني وقف ما تبقى طيح شي نهار غتولف الطيحان وغتولي تجيك طيح ساهل غتولي تقدر تهز راسك باقي كاع ما وصلتي للارض. المهم كنشكر كاع الساكنه المسفيويه اللي دعماتني وهذا الاقبال اللي داروا مؤخرا الاقبال اللي جا المحل. انا كنشوف البروشي ديالي غادي لقدام من القدام كنشوف فيه وكنطمح يكون محسن بزاف ويكون بلاصه كبيره اسباس كبير. ما كنشوفوش غير صافي بديت هنا غنبقى هنا كنشوف القدام يمكن بمدينه يمكن غير بشارع نقدر ندير شي حاجه هنا في مدينه اخرى. المهم حاليا انا هنايا قدام الجامع الكبير في المدينه القديمه. مرحبا بالساكنه ديال المسافي والساكنه ديال المغرب كامل ومرحبا بكاع الزبناء ديالنا وكاع صحابي وكل شيء. مرحبا اللي عنده اللي ما عندوش راه اخوكم انا عثمان تعاونوا معايا نتعاونوا مع كل شيء حتى انايا ايوا وشكرا بزاف للناس اللي عاونوني. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.